رخيلك يا ابن عمي. اصلا كله منك ومن ابنك. هيك اضرب انا على حظي، والله وقت شفت ابنك اكل قتله يعني منعم على قلبي. منعم على قلبك بابا. سامحني ابن عمي سامحني. انا شو بدي سامحك بعد ما ورجيتي علينا الصغير والكبير انت وابنك. لك الله يعدمني ياكل، لك انتو ما بيجي من وراكم غير وجع الراس بس. اضرب انا على حظي ابن عمي، والله اذا بشوف ابن ابو فايز مشوه لابنك غسان ما بقى اتدخل. فوتي دبري جازين الغداء انا راجع. قوة الا بالله، قولي علي قولي علي. الله يصلحك بس، حرزاني مشان ولدين صغار تتضارب انت والرجال. ما شفتي شلون اجى على باب البيت وعاد يردح ويتشفتر؟ اخذ بحلمك، تفاهم انت وياه، لازم تصير سيرتنا على كل لسان. لك شو انت ناوية تاكلي بدن مثل حكايته؟ حاجة بقى شو ناقصة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا اللي صار. بقى شو رأيك باللي حكاه أخوها لسميحة مرت أبي الله يرحمه؟ هلأ للأمانة يلي حكته مرت أبوك كتير مقبول، اسمه الوردة وحاجته تخانقوا بقى. بس أنا اللي شالشني إنه ليش لحتى تبعت أخوها؟ ليش ما بعتت وراي خبر أنا بروح لعندها أو هي إجت لعندي؟ هلأ يا روحي أنت شو بهمك من هالدويخة؟ بدك العنب ولا بدك تقاتل الناطور؟ طبعاً العنب. خلص معناتها منتهية، ابعت كذا يوم بتقسموا الوردة ويا دار ما دخلك شر. مزبوط، على كل حال نحن اتفقنا بعد شهر من اليوم. كتير منيح، الله يقدم لي فيه الخير. بس بيني وبينك أنا حاسس لك إنه أخوها لسميحة واحد طماع عم بيحوس ويلوس بس بده يشفط الوردة من أخته. أيوه. لك إلا قيمنا من سيرته بقى، قل لي لشو؟ شو بده يطلع لي من هالوردة؟ طو حلا سوارة لذي منه؟ هلا لا يجي الصبي منصلي على النبي. اي لا بدي وعد. يا خلاص اي وعد وعد. لك روح الله يخلي لي اياك يا ابن عمي. يلا انا رايح الشغل. الله معك، مع السلامة. ايه الهي جيب لي كوشة ذهب. والله يا عم فايز يلي عمله جوزك بجوزي مانو قليل. والله معك حق، وانا لمته كثير على الشيء اللي عمله، بس انت بتعرفي لابو فايز بس طلع خلقه ما عاد بشوف قدامه. لك والله اللي صار فينا مانو قليل، مو معقول رجالنا يتخانقوا هيك بلا سبب، يعني جوزك لو حط عقله براسه شوي واستهدى بالرحمن ما كان شمت العالم فينا. مزبوط كلامك، والله العظيم مزبوط، حتى انا استغربت، يعني هي خناقه اولاد، ما توقعت انه توصل للضرب. يلا يلا. ابن عمي اهلين. شو اللي رجعك بكير؟ عندي شوية شغل. مين عنا؟ هي اختك ام غسان، ما حدا غريب. ايه 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 اهلين مسهلين. يلا انا في جاي اسناول كم غرض ومشي. ما تواخذي امانة، بس هو ما توقع يشوفك عنا، وخصوصي بعد اللي صار بينه وبين جوزك مبارح. وليش ما تقولي انه تفاجئ فيني لانه الخناقه تازه؟ شبنا ام غسان شبنا، خلص روقي دماتك، قايمه اعمل لك فنجان قهوه لحتى تهدي اعصابك. يا اهل الجيله انا لله وانا اليه راجعون، انتقل الى رحمه الله تعالى المرحوم سميع زاهي ابو غسان الفاتحه. شو؟ انا لله وانا اليه راجعون. أم غسان اسمعيني يا أم غسان. لأولى أم غسان مقتول وملحوش على كتف النار. مقتول؟ يا لطيف تتلطف فينا. اجوا الدرق وهلا نادوا عليه بالجامع. مسكينة أم غسان، ضليت ساعة فيق فيها وقعت لا من تمها ولا من كمها. وانتي رحتي معها البيت؟ إلا كان ابن عمي، دكيت ملايتي رحت وراها، الناس مثل النمل قدام باب بيته. يا لطيف على هالموتي، والله ما عم صدق. بس أنا اللي بستغربه، نحن واقفين بالمقبرة، كل العالم عم تبحلق فيني تقولي أنا قاتله. أعوذ بالله على هالحكي، ظاهر هاد من أثر خناقتك أنت وياه مبارح. بس قولتك مين اللي قتله؟ شو بعرفني؟
الباب على ايوه افتحوا هناك كملي درك ما حسابك اكسر الباب ليك يا ابو فايز الانكار ما راح يفيدك بعترف احسن لك اقسم بالله يا سيدي اقسم بالله ما دخلني بس ولا حاج تقسم ايامين احسن ما اسمك نصين ها الناس كلها شافوك انت اعتدت بالقتل سيدي كلمة عادية ونقالي بالله كلمة عادية لكان كلمة عادية قلتلي مالك هذا تهديد صريح بالقتل سيدي كرمال الله بس افهم علي دقيقة يعني انا معقول اقتل جاري كرمال خناقة بين ولدي مهبيل لو كنت قول لحالك قبل ما تضربه للزلمة قدام باب بيته وترفسه على بطنه سيدي هو استفزني وكبر معي بالحكي وانا اخلاقي بروس مناخيري بس ما وصل لاني قتله يعني ما بدك تعترف ما اقسم بالله يا سيدي ما دخلني هذا انت لك بتقتلوا القتيل وبتمشوا بجنازته لك عندي شي عندي طولي بالك يا ام غسان اسمعيني منيح انت بتعرفي كثير منيح انه جوزي عصبي ايده بالكف وياما مورمني ومزرقني بس هو مستحيل توصل معه للقتل ومين جاره ورفيق عمره بترشاكي يا ام غسان انا بحلف عنه انه ما عملها بس جوزك هدد جوزي قدام الكل وشمت العالم فينا ولما كنت عندك اذا بتتذكري فات صوتي ما طبيعي مزبوط مزبوط هو فات فوتي ما له طبيعي لانه ما توقع يشوفك عنا وخصوصي بعد بيوم من اللي صار بينه وبين المرحوم بالله شو بس انا اللي فسرته مو هيك فسرت انه بعد ما عملته فات على البيت ولقاني عندكم فتفاجأ حطي عينك بعيني يا ام غسان بترجاكي انت مره بتخافي الله ليش لحتى تظلمي رجال وتحرميه من عيلته وتسببي باعدامه فكري منيح بس مين اللي له مصلحه انه يقتل جوزي يا أم غسان بترجاكي خافي الله فيه وبحالك وفينا فوتي فوتي شو يا فايز ما قررت اعترف سيدي على شو بدي اعترف على جريمة أنا مالي عاملها إيه ما بكفي أكلنا قتل ببلاش ولسه رح تشوف الويل مني أنا جبتك لهون مشان فاهم أنا وياك لأنه أنا مالي حابب رجالي يهروك من القتل حتى تعترف يا سيدي الله وكيلك ما عملت شيء الله وكيلك ما سويت شيء يا سيدي ليش ما عم تصدقني لك والله ما عملت شيء يا سيدي هذا الحكي ما رح يفيدك أنت هددت أبو غسان بالقتل يعني شو الصدفة الغريبة أنه تاني يوم اللي هي مقتول مو صدفة يا سيدي بس حظي معتر يلعن النسوان لك يلعن النسوان بس تعبي براس الرجال ومقلب الرجال مثل الحمار قصدك مرتك؟ لا سيدي مرته لأبو غسان راحت عبيت براسه لما ابني راح ضرب ابنه وجا لعندي عم يتشفتر شو بدي اعمل له قتلنا بس ما قتلته لك تضرب منك لابنك انا شو بدي بالحكي هاد بدك تعترف ولا لا؟ سيدي اذا بتقتلوني 10 ايام ما راح اعترف جريمة انا ما دخلني فيها ليش عم تلبسوني اياها؟ عادل خذها من وشي وهروا قتل وخلوني اسمع صوته لهون ها سيدي امشي حركني ترى سيدي في مره بدي اشوفك برا ضروري سيدي شو بدها هي كمان خليها تفوت امرك سيدي ليك يا بسام بعد ما حكت ام غسان عالشي اللي كنا غفلانين عنه وبعد ما شافوك الشهود وقت كانت تخناقة بين أبو فايز وأبو غسان فايت على بيت المرحوم وحكيته بالوردة هل إلك مصلحة فيها بقتل أبو غسان إلك مصلحة ولا ما إلك؟ أعوذ بالله يا سيدي شو مصلحتي من الموضوع أنا؟ ها؟ تخلص من أختك فيما بعد ما خلصت مع أبو غسان وتكوش على الوردة كلها أعوذ بالله يا سيدي لا مو صحيح الحكي امبلا صحيح لانه المرحوم جوزي كان يقول لي انه بسام واحد طماع وله مصلح يحط ايده على ورده اخته سميحه واخته سميحه كانت تسمع كلامه منيح يا سيدي بتسمع كلامي منيح بس شو دخل انه بتسمع كلامي بهذا الموضوع اسمع اذا ما بتعترف في عندي جوا رجال بتاكل راس الحيه يا سيدي جاره مو هدده
معناها جاره اللي قتله. ها وانت استغليت هالشي هاد وخليتنا ناخذ هالزلمه نزلت فيه ضرب وقتل؟ اي والله لا تاكل قتل انت قده على 3 أضعاف يا عادل. وزيدي خذها من وشي وسيخ النار اصله. لك يا سيدي بو جاره والله جاره يا سيدي. الله وكيلك جاره. منيح منك اللي تذكرتي انه في حدا له مصلحه بقتل المرحوم. شنو مصلحه بسام اكثر بكثير مصلحه ابو فايز. صراحة ما رح يهدى لي بالي يا سيدي لحتى اعرف مين المجرم. وما بدي اظلم جارنا ابو فايز لمجرد انه قبل بيوم تخانق مع جوزي المرحوم. ماشي ماشي. انت روحي على بيتك وقولي يا رب. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا عم شو ظلمنا لهالزلمة. اكلات اللي حتى فرق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله على سلامتك تقبرني. الله يسلمك، والله لو مال الله وام غسان لتعبت عباي غير شكل، هي المخلوقة لها فضل علي لا حتى موت. كل عمرها ام غسان بنت اصل. لك يخرب بيته هذا اللي قتل المرحوم شو طلع نمس؟ لك يخرب بيته نمس وبس؟ حزري شو القصة؟ اجى على الحارة مو شافني عم بتقاتل انا وياه وعم نتشفتر على بعض؟ قام شو عمل؟ استغلها هي القصة، راح قتله ولبسني انا الجريمة بعد ما هددته قدام العالم. يخرب بيته. يا شو اكل قتل؟ اكل قتل اكثر من الاكل، والله لو اكله انا بشهر ما بوقف على رجلي. الله دائما مع المظلوم ابن عمي. الف الحمد لله. بس انت كمان خفف لي عصبيتك شوي. ايه خلصينا انت التقي. فعلا الواحد صار لازم يعد للعشرة. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هيك بتكون عم تكسر كلامنا. وما لك حاسب حساب حدا. ولما ضل ابو سالم 3 شهور قاعد بالدكان وما دفع لي ولا متليك وين كنتوا يا زعيم؟ لما جيت لعندك وترجيتك قلت لك ما معي مصاري وابو سالم ما عم بيدفع لي شو عملت؟ زتيت بوشي كم قرش كانه كلب جعاري قدامك مشان ست حلقي. انت بوقتها مع مين صفيت؟ معي ولا مع الحق؟ مشان هيك من هلا ورايح ما راح اشتغل غير من اعلي. ايوه يعني بنفهم من كلامك ما رح تغير رأيك؟ لا عمي ما بدي غير رأيي. الدكانة إلكن وهبونا إياها. معناه مالك شي عنا. لا تكفي زعيم. أنا حامل حالي وطالع من الحارة. تتهنوا فيها أنتو وهالناس اللي معنتني. بترجاك يا ابني يا شاهر تمهني يومين ثلاثة بركي بلاقي دكان تاني. والله مو هين علي زت البضاعة والأغراض بالطريق. خلص الكلام يا رجال، خلص الكلام. ما عاد في شيء ينقال بتاتا بتاتا. وكل واحد رح ينال عقابه. خليها براسك هي يا شاهي، كل واحد رح ينال عقابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا شاهر أنا ولادي صغار وانت بتعرف الحارة ما في ولا أوضة فاضية، يعني معقولة هيك تستونا بالحارة بين اليوم وليلة؟ أخي هذا البيت بيتي وأنا حر فيه. ما بدي أعيد كلامي. يا شاهر برضاي عليك يا ابني. مهنا كم يوم بين ما أدبر حالي أنا وعيالي. لا أنت شكلك ما عم تستوعب بالحكي. عم بقول لك أنا بدي بيع البيت وبدي أطلع برات الحارة. ما عاد بدي أقعد هون بدي بيعه. يعني هذا آخر كلام عندك؟ ايه هذا آخر كلام عندي. بكرة الظهر بدي البيت يكون فاضي. ولا تخليني حطك براسي يا أبو لطفي، لأنك بتعرف لما شاهر بيحط حدا براسه شو بيعمل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شاهر تمادى كثير يا زعيم، لازم نوقفه عند حده. لك المشكلة إنه شاهر ما عم يطالب بشيء مو إله أو مو من حقه، بس الموضوع إنساني، وأنتم بتعرفوا إنه شاهر ما عنده ذرة إنسانية. دخيلك يا زعيم تساعدنا، والله لفيت الحارة بيت بيت، ما لقيت فيها ولا بيت فاضي. يعني معقول نام أنا وولادي بالحارات والصقايق؟ طول بالك،
طول بالك يا ابو لطفي، اكيد ما رح نتخلى عنك ورح نلاقي لك حل. قالوا لي تجار الغنم نشاهر باع كل غنماته، ما ضل عنده شيء. واذا ما ضل عنده شيء بشو بده يشتغل؟ قال بده يروح يفتح تجاره جديده بغير حاره، حارتنا مو عاجبته بقى. يعني اذا غير حارتنا بغير وجهه نظر الناس فيه؟ لك الخسيس بضل خسيس وين ما كان يكون. يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم لك زعيم. شبك يا سعدو نازل طرق سفق بالباب، خير شو صاير؟ قولي يا زعيم قولي، قايمة القيامة. عبدو مسك شاهر عم يتحركش بأخته بالحارة وعم يحاكيها كلام طالع نازل وعلقانة بيناتهم ووصلانة للشيطان الرجيم. شو هالحكي؟ ما عاد نخلص من عمايلك الوسخة لك شاهر. حقني لإلك. شرف زعيم. كتر خيرك يا زعيم، فضلك على راسي من فوق. والله والله ماني مصدق انك اشتريت البيت من هالضلالي وخليتنا قاعدين فيه وما تشردت انا اولادي. الله يعلي مراتبك يا زعيم. امين يا رب. وانا كمان يا زعيم، يعني فضلك طمرني طمر لانك اشتريت الدكان من شاهر وما حجني زدت اغراضي بالطريق. الله يعزك ويعلي مقدارك يا رب. لك يا سيدي، احسن شيء انه انقلع من هالحاره، ما عاد يورجينا وشه، لك خلصنا منه ومن مشاكله. والله كلامك مزبوط يا مختار. وانتو يا حبايبي، الفضل مو فضلي، فضل الله. المهم ما عاد له حجه يفوت فيها على الحاره بتاتا بتاتا. الحمد لله. يا زعيم الحاره عم تحترق، يا زعيم الحاره عم تحترق. لحق يا زعيم يا زعيم، قولي قولي يا زعيم، قولي يا زعيم. الدكاكين والبيوت والحاره كلها عم تحترق والعالم ما لها عرفانه شو بتتعمل. لا حيا بتلحق يا ما بتلحق. يخرب بيتك مثل البوم ما بتمشى غير بالشم. الحاني هلا. انا شو دخلني يا زعيم، شو دخلني؟ وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. لك ما لحق طالع ولا غرض من الدكان، احترقت كلها ما صفى حجر على حجر. لك اشكر ربك اللي ما كنت بالدكان. الحمد لله الحمد لله لكل حال. يا زعيم ابني حالته صعب كثير، الحروق معباه جسمه، علي ببيت المونة ما قدرنا طالعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أضرار جسيمة وكبيرة بالحارة. يا حصرتي، أطفال وشباب بعمر الورد ماتوا، عيال بكاملها صفت بالشوارع، لا بيت ولا مأوى ولا مصاري. مصيبة مصيبة حلت علينا. بدنا نهدي ونعرف كيف نتصرف. مشكلة مشكلة يا زعيم، ما ضل عنا شيء لحتى نساعد الناس. عنا رحمة الله بعد اسمه وكرمه، والله ما رح يتخلى عنا ابنوب يا بختار. قال أنا عند حسب ظن عبدي فيه، فإن ظن خير فهو خير، وظن بربنا كبير ما رح يتخلى عنا. احكي زعيم احكي احكي، لا تحط بقلبك احكي. لك شو حط بقلبي ما حط، الوضع صعب كتير كتير بالحارة، الناس بردانة جوعانة بلا مأوى. لك ما قليت طريقة ما ساعدهم فيها، ما طلع بيدي، ما قليت باب ما دقيته، ما طلع بيدي شيء. لسا في باب ما دقيته يا زعيم. هذا انت؟ او حكون جاي تشمت فينا؟ ها؟ لا يا زعيم لا، مو شاهر اللي بيشمت بولاد حارته. صح انا مشراني وبعمل مشاكل، بس هذا الكلام لما كانوا رجال حارتي بقوتن وعزوتن فوق ظهور خيلن. بس هلا ولاد حارتي تعبانين ومشردين، ما رح كون انا والزمن عليهم. ايوه شو جابك على الحاره لكان؟ لك شو بدك من الحاره؟ ما ضل شي بالحاره، صارت خرابه كلها. جاي ساعد باللي بقدر عليه. نحن اولاد بلد وحده، بنمشي تحت نفس السماء وبنتنفس نفس الهواء، ربنا واحد ومصيبتنا وحده. نحن بنتضارب نتقاتل،
بس وقت المصايب ايدنا بتكون وحده. أنا معدني أصيل يا زعيم، والحياة بتبين لك هذا الكلام. أنا الظهر اللي رح يكون لإلكن والسند اللي رح تميلوا عليه بدون ما تخافوا إنكن توقعوا. الحارة الثانية ناطرتكن. أنا شاري فيها بيوت ودكاكين ومالكانات، وأهل الحارة ما شافوا مني غير المعلم الجدع والشهم الأبضاي شاهر، مشان هيك الكل ناطريكن هنيك. انت ورجال الحارة مستقبلكن بعيوننا، بيوتنا مفتوحة لإلكن، وإيد بإيد منعمر هاي الحارة. يعني ليش كلياتنا ندفع وأبو عبدو البوايكي ما يدفع؟ يعني ما له فقير هو؟ لو حاله على قده بس عنده أرزاق ما بو شيء. أنا قديش شفت ناس بخلاء بس مثل حكايته ما شفت. رمضان رح يخلص والعيد على البواب، والناس المحتاجة بالحارة كتيرة، فإذا كان كل واحد بده ينتظر التاني على شو دفع وشو ما دفع ما كان حدا عمل خير يا مظافر. بس هذا مو عدل، يعني ناس تدفع وناس ما تدفع. عندك مثلا هذا أبو عبدو البوايكي ما نو فقير، حالته ماشي حالة، بيقدر يدفع من الجمل إذنه، بس هو بخيل بخيل، خربته شو بخيل. كل مين بده يعمل خير بيعمله لحاله لعيلته ولولاده ليرد البلاء عنه. عمل الخير يا مظافر ما بيصير بالإجباري، يعني ما بتقدري تطلبيه من حدا غصب عنه، إن كان أبو عبدو البوايكي ولا غيره. الناس حرة بأملاكها وأرزاقها، والله يهدي الجميع. آمين، والله مزبوط معك حق. يا جماعة قرب العيد والناس الفقراء عم تستنى زكاة العيد، يعني بدهم يشتروا شي جديد ويلبسوا شي جديد ويشتروا ضيافة العيد ويعطوا أولادهم خرجية مشان ما يحسوا حالهم أقل من غيرهم. فمثل العادة أنا جمعتكم لنشوف كل واحد شو بده يدفع وبشو بده يساعد. أنا وتجار الحارة جمعنا مبلغ كبير، بكرة الصبح بيكون تحت تصرفك زعيم. وأنا من عندي رح أتبرع بعشر ذبايح أول يوم العيد، ورح تكون الحصة الكبيرة للفقراء والمحتاجين، وفطور اليوم رح يكون على حساب محلي، يعني رح أعمل صفايح ووزع على بيوت الحارة بيت بيت. بس يعني لا تنسوا أصحاب الفضل والمعروف من الدعاوي. بارك الله فيك يا أبو فتحي، بارك الله بأصلك الطيب. شو يا أبو عبدو؟ شو بدك تساهم أنت؟ إن شاء الله بساهم إن شاء الله. يلا بالإذن أنا عندي شغلة بدي أستأذن منكم. سلام عليكم. يا أبو عبدو لما سمع بقصة التبرعات هرب يمكن خاف يخلصوا مصرياته من الحكي. لعم شو هالبني آدم هاد؟ لك شو هاد؟ معقول البني آدم؟ استغفر الله العلي العظيم. شو هالشكيلة هي؟ لك شو هالشكيلة؟ بسيطة بسيطة. شوف يا سعد، أهل الحارة كلهم تبرعوا لك، نسيوا أعمالك المعاصة. هلا صار فيك تفتح دكانتك من جديد بعد ما احترقت كلها، وتفتح معها صفحة جديدة نظيفة بلا مشاكل، وتقدر على رد الجميل لأهل الحارة. الله يجزيكم الخير يا زعيم. الحقيقة يعني مالي عرفان شلون بدي اتشكركم. يعني الله يسلم ايديكم يا رب، وقفتوا معي، وهي الوقفة ما رح انساها بالمرة. بس من بعد إذنك زعيم وبعد إذن المختار، يعني بس بدي أعرف مين اللي ساهم ووقف معي ودفع المصاري مشان أقل شيء إني رد له المعروف، أو يعني إني أتشكره بنفسي. كل أهل الحارة المقتدرين ساعدوك إلا أبو عبدو البوايكي،
ما دفعوا لا نقلي. ما بيجوز هالحكي مختار، يعني بيجوز الزلمة عنده وضع مشان هيك ما دفع، أو بيجوز دفع بس مو حابب حدا يعرف. كل الناس عندها ظروفها مختار، ما بيجوز هالحكي بنوب. بس هي مو أول مرة يا أبو فتحي. أبو عبدو على طول بيتهرب وما بيزكي عن أمواله. هذا الوضع ما عاد ينسكت عنه بنوب. لكن يا أبو عبدو مستكتر علي كام ليرة، بس شو علي؟ كمان انت رح رد لك معروفك معي، رح خليك تندم على الساعة اللي فكرت فيها انك ما تساعدني وما تدفع لي. انا بفرجيك رح احرمك من رزقك كله بليلة ما فيها ضوء قمر. يا جماعة، في واحد ابن حرام فات على البوايكية تبع أبو عبدو وشفاها تشفاية، يعني الزلمة صفي على الحديدة. مش فاهم، لأنه مال الخسيس بيروح فطيس. كان لازم تصير معه هالمصيبة حتى يعرف إن الله حق، إنه اللي ما بيساعد الناس وقت حاجتهم ما بيلاقي حدا يساعده. ولا فكر إنه على راسه خيمة وما بيصيبه شيء. يا جماعة، أبو عبدو مانو هيك. أبو عبدو زلمة طيب وأبضاي ومراجل وقدع وكريم، لك ما في واحد بده مساعدة إلا بيساعده. لا يغركن المظاهر. شو؟ لك شو عم تحكي لك فتح انت؟ من إمتى كنا والشمس ترعنا؟ أبو عبدو تعبان كتير مختار، مو بس تعبان من خسارته برزقه، كمان تعبان من الشميتة بالحارة. ما في واحد دق بابه وقال له عوضك على الله، ما في واحد دق بابه وقال له إذا بحاجة تشيله حتى نوقف جنبك. أبو عبدو بأسوأ حالاته وما لازم نتركه يا مختار. أبو عبدو لازم يتعلم درس قاسي حتى يعرف إنه مساعدة الناس واجب على كل واحد فينا. خليه يحس بشعور الفقرة والمحتاجين يلي ما مدلن إيده ولا مرة ولا بمتليك واحد. خلي يعرف إنه الدنيا دوارة، يوم إلك ويوم عليك، ونحن ما رح نساعده بشي ولا رح نزوره لحتى يصحى من بخله إلا تخيره. بس يصحى من بخله رح يشوفنا كلياتنا واقفين معه وبصفه. احكي يا أبو عبدو، احكي مشان الله اللي ساكت. أبو عبدو، إجا الوقت المناسب لحتى تحكي، ما بيصير تسكت. بعدين يا أبو عبدو، أنت ما رح تمرق بظروف أصعب من هاي الظروف. احكي الله يوفقك. بعدين لا تخلي أهل الحارة يضلوا آخدين عنك هيك فكرة أبو عبدو. من شان الله فتحي، من شان الله هدينا. السر اللي بينه وبينه ما بيدرى فيه إلا رب العزة والجلالة، إلا إذا رب العزة والجلالة أخذ أمانته. ساعتها أنت حر، بدك تحكي احكي، ما بدك تحكي لا تحكي. انا ما بيهمني العبد، لانه العبد كل عمره عنده سوء الظن. انا بيهمني وجه رب العالمين، يرضى عني رب العالمين، وما بدي شيء. الله يطول بعمرك يا ابو عبدو. احلى ابو فتحي. ابو عبدو اعطاكم امره، مات من القهر والزعل من اهل الحاره واللي عملوه فيه. أبو عبدو مات لحاله، ما حدا واساه، ما حدا وقف جنبه، ما حدا مدله إيد المساعدة. رفيق عمري مات يا زعيم، مات. دخيلك يعني، الله يرحمه، حياته ما عمل شيء لوجه الله. الله يرحمه، ما بيجوز على الميت إلا الرحمة. حاجة بقى، حاجة تظلموه. أبو عبدو كان أحسن واحد بالحارة. أبو عبدو كان يعمل الخير على أصوله. أبو عبدو كان يتبرع بالدبايح مو أنا. أبو عبدو كان يطعمي أهل الحارة كل شهر على حسابه مو أنا. أبو عبدو اللي دفع القسم الأكبر من المصاري منشان سعده يفتح دكانته. أبو عبدو اللي كان يعطيني مصاري ويقول لي إنه لا تقول إنه أهل الحارة ما دفعوا، وبالحقيقة أهل الحارة
ما دفعوا ولا متليك. بس أبو عبده ما بيحب البهورة، ما بيحب يفرجي حاله. أبو عبده ما كان بده الدنيا، أبو عبده بده الآخرة، بده يوم الحساب. وليش ما كان يحكي؟ ليش كان متحمل كلامنا القاسي عليه؟ ليش كان رضيان يكون بنظر أهل الحارة البخيل القليل الخير؟ ليش؟ لأنه أبو عبده بده يرضي رب العالمين. كان يقول لي إنه من هو صغير كان نادر ندر، إنه لمن يكبر ويصير معه مصاري كتير، إنه يساعد الفقراء والمحتاجين من دون ما حدا يعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله ما كنا منعرف، والناس إلى المظاهر وبس. الناس ما بيهمها مين نيته طيبة، الناس ما بيهمها مين قلبه أبيض، الناس بيهمها يا مختار مين اللي بيعرف يكذب أكتر. مين اللي بيعرف يكذب؟ الله يرحمك يا أبو عبدو. الله يغفر لك. خلونا نقرأ الفاتحة. شو القصة؟ فهمني شو صاير؟ ما في شيء صبري، لا تشغل بالك بشيء. أنا نزلت وسرقت المصاري من عند شريكه لأبي، يلي سرق لي اياهم وما رضي يعطيني اياهم. لك سرقته سرقة؟ لك إيه، نزلت على بيته وسرقته. طيب هو شافك؟ شافني، بس أنا كنت ملتم وعملت حالي وجيت لعندك دغري لهون. لك إيه، بس بدك تسمعني. هلا هني أكيد بدهم يروحوا على الكراكون ويشتكوا، وأنت أول واحد رح يشكوا فيك، رح يجي الكراكون ويشحطك. منشان هيك جيت لعندك. جيت حط الدهبرت شنو انا ما بصغر فيك. لك صبري، انت الوحيد اللي بصغ فيك وما لي غيرك بالحاره. بس الامانه صعبه لك عابد، الامانه ما بتحملها جبال. يا باطل على الحكي صبري، شو هالحكي عم تحكي؟ ولك انت اخي وعم اقول لك انا ما بصغر فيك، بقى شو قلت؟ خلاص توكل على الله، خلي امانتك عندي، خليها. يقبرني ربك. ايه هذا صبري اللي بعرفه. يلا قوم خذ لي طريق. يلا 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 يلا، لا تنسى الدهبات. شلون انساها؟ يلا 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 يلا. لك امي شو بدك بهالعلقه؟ لا يا يامو لا، الصاحب له على الصاحب. ما بيصير يا مو، يعني يشوف صاحبه بعازه وما يساعده؟ بيجينا وجع راس، ما بدنا اياه. لا يا مو لا لا، طمني بالك، باذن الله ما في شيء. ما لقينا شيء سيدي. ما لقينا شيء سيدي. لك بس بدي افهم، على شو عم تدوروا يا سيدي؟ فهمني. راشد واخواته تاهمينك بالسرقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على القصة. شوف عمي، أنت فيك تقولي وين كنت مبارح بالليل؟ وين بدي يكون سيدي يعني؟ بالبيت. بالبيت؟ مين بيشهد على الحكي؟ ليك أختي ها جنبي، هي اللي بتشهد. إيه والله يا سيدي، أخي طول وقت مبارح نايم بالبيت، ما طلع لقرني. طيب بدي حدا شاهد تاني يشهد على الحكي. إيه على القصة، إيه ما في حدا. إذا كان بدك تروح معنا على الكراكون. أيوة، وليش بقى بدي روح معكم على الكراكون؟ لأنه عليك شكوى. إيه أنا بعرف إنه ما بيصير تحبسوني إذا ما كان علي مستمسك. إيه ما بدنا نحقق معك بالأول لتا نعرف؟ إيه لا سيدي، وقت كنت حققوا معي ليكو بيتي بتعرفوا، بتشرفوني لهون وبتشربوا فنجان قهوة وبتسألوني اللي بدكم إياه وبتحملوا حالكم وبتمشوا. أيوة طيب، نحن رح نروح نكمل التحقيق، بس وحياة هدلون راجعين لك. وراي والله معكم. يلا
ما في حدا. والله خفت عليك اخي. لا تخافي اختي، لا تخافي، باذن الله ما رح يصير غير اللي بدنا اياه. ان شاء الله يا رب. شرفي. الحمد لله يا صبري، الحمد لله. هاي القصة صار مارق عليها 20 يوم، وراشد واخواته يقسوا من القصة كلياتها، يعني نسيوني وحلوا عني. يا الف الحمد لله. لك والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا صبري، عن جد انك رفيق وما لي غيرك بهالحارة كلياتها. بس بدي من بعد اذنك تقوم تجيب لي الامانة اللي حطيتها عندك. انو امانة؟ لك مو قد مزحك هلا، لك الامانة المصاري اللي حطيتهم عندك هون. شو بدالك عبيد؟ مو جيت تاني يوم واخذتهم مني؟ شو عم تحكي انت؟ صبري انا ما اخذت شيء. لا تكون مفكر حالك عم تعمل لك شيء خيلي مش عم تنصب علي. هذا الكلام مردود عليك. انا عم اقول لك ما اجيت اخذت منك شيء بالمره. اوعى لك صبري، اوعى تلعب هيك ولا هيك. ها لا اله الا الله. صبري روح جيب المصاري لهون احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك بالمره. قلت لك المصاري اعطيتك اياهم وخلصت من الموضوع كله. ولك صبري نزل ايدك احسن ما بهدلك. ولا انت مو انت اللي بدك تبهدلني. ولك انا بطلع بروحك هلا اذا ما بتجيبهم. بدك تسرقني مثل ما سرقته لراشد؟ لك ما فشرت. انت اكثر واحد بتعرف انه انا ما سرقته لراشد. انا جبت حقي منه. انت شو عم تحكي لك صبري؟ شو عم تحكي؟ لك شايف هالكبشه هي؟ والله لخليك تدفع الثمن غالي عليها والله. رح نشوف مين رح يدفع الثمن. رح نشوف. اطلع من بيتي ولا اطلع من بيتي. شو لك عم اقول لك؟ مالي طالع لحتى تجيب مصاري. لك اطلع بكرامتك احسن لك. اطلع بكرامتك. ماشي يا صبري ماشي. متواجه. يامو شو هذا اللي صار بينك وبين رفيقك؟ ما صار شيء. هو جاي عم يتبلاني. بس انت ما رجعت له مصرياته اخي. مش لو ما رجعت له اياهم؟ بلا رجعت له اياهم. هو نسيان. ثاني يوم الحادثه لا انت طلعت من البيت ولا هو اجى لعنا ولا امانه. خلصي وليك؟ خلصي قطع عمرك. خلاص اخوك ما بيكذب. يامو انا قلت لك خلصي بقى فهمنا. ليك وليه؟ قسما بالله العظيم إذا بتتدخلي بهذا الموضوع لا أطرقك قتل قياما وقعودا. يا أهلين وسهلين. ما في شيء اختي، ما في شيء. بس انت رح تضلي هون محبوسه عنا. ليش؟ انا ما دخلني، ما عملت شيء، ما دخلني. بعرف ما دخلي، وانا ما رح اقرب منك ولا رح اذيكي ولا بدي منك شيء بالمره. انا بدي من اخوكي الامانه، مصرياتي يلي اعطيته اياهم ولكرهم. طيب واهلي؟ واهلي شو بدهم يعملوا فيني وقت يعرفوا انه انا هون؟ اهلك عندي. لا تاكلي هم شيء بالمره، وانا برجع وبقول لك ما رح اذيكي ولا بدي منك شيء. ديري بالك عليها اختي. حاضر اخي. عن اذنكم. فهمت علي؟ يا مو بنتك ما نبدأ بدرس. يوم وين بدها تروح؟ انا رحت لهونيك وسالتهم وقالوا لي انه إلها بالعاده تغيب عن الدروس. وين لك ها؟ بنتك هربت. وليش رح تهرب؟ بنتك فضحتنا بالحارة. فضحتنا بالحارة يا مو. لك أمي لا تسمع من كلام الناس.
اختك ليش تهرب؟ بعدين لو بدها تهرب كانت على القليل اخذت لك كم غرض مو تركتهم هون. ايه وين يعني؟ لك ايش بعرفني؟ ادعي الله يردها بالسلامه. أنا بعرف وين أختك. وين أختي ولا؟ وينها؟ أختك ما بترجع لعندك لحتى ترجع لي مصرياتي. أنت رجع أخوتي اللي بدك إياها، بس رجعها هلأ. رايح جيبها وإجي. مصاريك هاي المصاري اللي سرقتهم والله معك. يلا يلا فرجيني عرض كتافك. وانت حسابك عندي، حسابك عندي لما بينقلع هذا الواطي من هون. والله والله ما غلطت يا اخي، ما غلطت. صار لك كم يوم هربانه من البيت وبتقولي لي ما غلطت؟ اختك اشرف من الشراب. اختك ما لها علاقه بنوب. انا اللي خطفتها مشان ترجع هدول المصاري اللي عم تقول انك أنا سارقهم. هدول مصرياتي. وش كان هي بتوافق هلأ؟ أنا بطلب إيدها على سنة الله ورسوله. ولك ما فجرت بعيونك جوزك أختي ولا؟ خالتي أم صبري، أنا بطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. ولك على جسي ما بتاخذها لأختي. بلا لسانك صبري. هذا الحكي إلي يا مو؟ إيه إلك تقبرني. إلك لولا طمعك وغدرك برفيقك ما كنا وصلنا لهالمواصيل. لك أمي الأمانة صعبة، بتعرف شو يعني الأمانة صعبة؟ كيف إذا كانت من رفيقك رفيق عمرك؟ لك كتر خيره هالشهم هذا القبضاي يلي حافظ على عرض وشرف أختك، مو مثل ما غدرت فيه أنت. شوف يا ابني، إذا بنتي موافقة أنا موافقة. وأنا موافقة. إلنا الشرف. روح ما نعذر فيه، روح جيب الشيخ خلينا نكتب لك تعال. ألف مبروك تقبريني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو هالحكي اللي عم بسمعه يا مو؟ لك ما لقيتي غير نايف؟ لك نايف كل اهل الحاره بيعرفوا شو هو، لك هذا اخلاقه زفت، زفت وسيئه وما بيتعاشر بالمره، وغير سمعت ابوه العوايني والندل. لا يا مو، انتو بكن جننوني. كلنا بنعرف هالحكي يا مو، بس شو بدنا نعمل؟ يعني اختك كبرت كمان، ايه وما حدا دق بابنا، وقت كانت اصغر من هيك ما حدا دق بابنا، ما الله يرضى عليك، خلص ما بدنا نقطع بنصيبها، فكر شوي بالموضوع.
شو فكر شوي بالموضوع. وانتي شو رايك بالحكي اللي عم تقوله امي؟ يعني والله يا اخي بضل الرمد احسن من العمى. لك انو رمد عم تحكي عنه؟ لك شو عم تحكي انتي لك اختي؟ ولك انا بحطك بعيوني التنتين؟ لك عم قلك هذا نايف واحد واطي واطي وندل كل اهل الحاره ما بيحبوه. الله يخلي لي اياك فوق راسي، ما دامك انت موجود لا نايف ولا غيره رح يذلوني. لك هو تاب والله يا اخي تاب، اعطيه فرصه ثانيه، الله يوفقك. سبت لي فرصه؟ لك فرصه شو لك اختي؟ لك يا ابني المرة الذكية بتغير جوزها وبتعقله، بعدين اختك مرباية على الادب والاخلاق، بكره شوف شلون بتعدله وبتساوي مثلها. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما بعرف شو بدي لكم، ما بعرف شو بدي احكي. الله يوفقك، الله يوفقك يا اخي. ايه بلي ضايعة. اسمعي يا نايف، اختي مربية على العز والدلال، واذا الله عطاك انا عطيتك، بس كل الناس بتعرف شو يعني معتز بالحارة، وكل الناس بتعرف شو يعني نايف، يعني هاي الفصول الناقصة يلي كنت عم تعملها بدك تبطلها لحتصير صهري. بتعرف شو يعني صهري، وبتعرف شو يعني قدام الناس. بقى الله يرضى عليك بدي تحط اختي زينة بعيونك التنتين، وش كان بتسألها بهيك لاختي انت بتعرف انا شو بعمل فيك، مفهوم؟ اختك شرف الي، حط على راسي من فوق ولو ولو يا معتز بيك. خير ان شاء الله. لك شو انت جنيت يا رجال؟ انت جنيت على الاخر، بدك تطعميني مال حرام؟ لك كيف اجى من قلبك؟ كيف اجى من قلبك تسرق فول من عند هذا اليتيم اللي عايش على باب الله؟ هلا لا تقعدي تعامليني بالرز بصل وتعامليني فيه شريطه وعطيته وما بعرف شو، بوتي على المطبخ الفول موجود جوا. تعملي لي صحن فول مقلى على كيف كيفك وجنبه صحن بقلي، سمعاني؟ بدك تاكلي كلي، ما بدك تاكلي موتي من الجوع، خلي الحلال ينفعك، انا ما دخلني. مو على اساس تبت، على اساس رح تتغير، مو هيك وعدته لاخي؟ اوعك تجيبي سيره معتز عندي هون بالبيت. ها؟ هي اخر مره بتجيبي سيرته هون. بعدين لو كان اخوك يا بهاي ما كان جوزك، يعني بيعرف انه انا ازعل، بس بتعرفي ليش هو جوزك؟ جوزك مشان يخلص منك، مشان يحلق لك لانه ندل. انا ما بسمح لك تحكي هيك عن اخي، اخي اشرف منك ومن عيلتك. تكوني انا عم بستناك تسمحي لي ولا ما تسمحي لي احكي عن اخوك؟ اسمعي لي، شكلك انت مالك مربيه. انا رح ربيك، رح ربيك على كيفي. اي والله لا لعن ابوك على اول اللي جابك. تعيط اسمعني عبدو، عبدو انت صاحبي والصاحب الو على الصاحب، بدي منك تزبط لي دوباره هيك تفبرك لي اياها، بدي كسر راسه لهذا اللي اسمه معتز، عم تفهمني؟ لك المشكله انه معتز سمعته مثل المسك، يعني مين هذا اللي يعني انه بده يكذبه ويصدقنا؟ بدك تلاقي حل عبدو، هذا الزلمه اللي اسمه معتز متكبر، شايف حاله مناخيره بالسما، مفكر حاله قبضاي وبس. لك تخيل يا زلمه، لك صرت صهره وانا جوز اخته، اخته عندي هون بالبيت، ولهلا شايفني حرف ناقص، وشايف حاله انه هو الفاعل. يا متكبر، متكبر يا زلمه على كل العالم وعلى كل الناس. هذا غير نصايحه وغير تهديده وغير تنظيره، الله وكيلك ما بخلص منه يا زلمه، مخنوق مخنوق منه. بدي زله قدام كل اهل الحاره، بدي هينه قدام كل اهل الحاره، بدي فهمه شو يعني يشوف حاله، بدي فهمه شو يعني يشوف الناس دون. عم تفهمني ولا ما عم تفهمني؟ بفهمك عم بفهمك. طيب انت قلت لي انه هو عنده لحمه وكل العالم تاخذ من عنده؟ كل التجاره بتشتري من عنده لحمه، ما في تاجر بالشام ما بياكل من عنده. خلاص دباره عندي. شو عبده؟
احكي لي، فرحني ريحني. هذا يا سيدي بروح عند اليوسف. ولي على قامته فوق ما قبلنا فيه وبعلله كمان عم يمد ايده عليكي هالضلايلي. مو مشكلة يا مو، مو مشكلة، كله بيهون قدام اللي رح احكي هلا. يلا يلا. هاي زينة عنا. خير اختي شبكي؟ اكيد هالواطي عامل معك شي مو هيك؟ تعال تعالك ابني، تعال نسمع شو عامل معه. شوفي احكي. احكي لشوف اختي، احكي. هاد نايف ورفيقه الضلايلي عم يتفقوا يعملوا لك ملعوب لك اخي. ايوه وملعوب شو؟ عم يتفقوا انه يبعتوا عبده لعندك على الملحمه يشتري كيلو لحمه، وبعد ساعتين ثلاث يقول اهل بيته تسمموا ورح يروح يشتكي عليك بالكراكون. فاجيت نبهك يا اخي لازم تتصرف. قولي على قامتهم ان شاء الله العمى بعيونهم، ليش بدهم يعملوا هيك؟ بدهم يشوهوا سمعه اخي بالحاره يا مو. ايه اخي شو رح تساوي؟ شو بدك تتصرف؟ ولا شيء اختي ولا شيء، بس لعلم لك جوزك درس بالتربايه والاخلاق بحياته ما ينسى. الله يجيرنا. آمين يا رب. معلوم متأكد زينين؟ معلوم أنا يوميتك كنت عزوم عند رفيقي على الغداء، مشان هيك ما صار لي شيء. بس يا حرام تشوف هالشباب مثل الخرقة متلاحين بالأراضي على استفراغ ووجع بطن. زيني هلا هذا مو اسمه شروع بالقتل، يعني لازم ينسجن ويتسكر الملحمة تبعه. لا تعلمنا شغلنا لشوف. لا أعوذ بالله سيدي، أعوذ بالله. بس سيدي أنتوا يعني لوين شحطيني معكم؟ شحطوا على الكركون بتعريف. لا 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 يا حضرة شاويش، لا هذا الكلام مو مزبوط. ابنه عبده معروف كذاب وواطي وندل وما بيخاف الله من يوم يومه، كل شيء قال لك يا عني كذب. عبده اعترف انك عطيته مصاري ليعمل اللي عمله، لحمة ما فيها شيء، وانت عم تعمل هذا الشيء بس لحتى تشوه سمعة معتز. معتز؟ لك معتز حبيب قلبي وابن حماي، ما بعمل هيك معه منوب انا. انت واحد كذاب ولعك، وإذا ما بدك تقول الحقيقة رح نزلك لتحت على الفلقة منشان تعترف مثل ما اعترف رفيقك عبدو. لا يا حافظ شاويش، لا منشان الله. شو تنزلني ما تنزلني، قسما بالله العظيم رجلي مو لقيانين. حافظ شاويش خلص، هلا أنا رح أحكي لك القصة بس منشان الله يعني بدك توقف معي. رح أحكي لشوف. بصراحة اللحمة اللي جابها ابن حماية معتز ما فيها شيء. احنا كنا نعمل هيك يعني كله عيب حي. معناتها انت قدمت لنا بلاغ كاذب، يعني انت عم تضلل العدالة. تعرف شو يعني عم تضلل العدالة؟ يعني بتنحبس مثل الكلب ولك. لا يا شاويش، نايف لهلأ صاري من بعد إذنك أنا ما بيهون علي ينحبس، وأنا بدي أتنازل عن شكوتي لإله. بدك تتنازل عن حقك بعد كل شي عملته معك يا معتز؟ إيه، لحتى علمك درس بالأخلاق، بالأخلاق والإياب اللي أنت عملتها. ولك أنت بتضل سمعتك من سمعتي، ولك أنت جوز أختي يعني صاري مسند ضهري. ولك انا ياما ياما حاولت اني غير فيك، بس عبس العرق دساس وما بيتغير. ليش يا حزرة؟ تعرف ليش؟ لانه ابوك ابو نايف، ابو نايف العوايني، العوايني والخاين يلي كل اهل الحاره بيعرفوه. أنا ما عملتك غير بأصلي، بس أنت كمان عملتني بأصلك،
بس أصلك الوسخ يلي جواتك ما بيتغير ولا بيطلع. مشان هيك هلأ بدك تطلق أختي، وإذا ما طلقتها رح تشوف شي ما بيعجبك بالمرة. روح روح، خلي أصلك اللي جواتك ينفعك. يا ميت اهلا وسهلا. بالمهلي تقبريني. تفضلي ام حازم، تفضلي. شرفتونا والله ونورتونا. تسلمي يا ام حمدي، شلونك؟ طمنيني. والله الحمد لله بألف خير. كيفك ام حازم؟ ان شاء الله منيحه. الحمد لله رب العالمين، انت كيفك؟ انا ماشي حالي الحمد لله. ايه الحمد لله. اهلين اهلين وسهلين يا ام تيسير. يا ميت اهلا وسهلا بخالتي ام حازم. يسلم ايديكي بالمهلي حبيبتي. تفضلي يا مو. تسلم ايديكي يا مو. تفضلي. تسلموا حبيبتي، تسلموا. روحي يلا. يا مو. اي يلا عن اذنك يا مو. لا لا يا شو تروح، تقعد معنا شوي. عدي يا مو. عدي. اقعد يا مو. عدي. دعي تقبريني، هاتي بوسه حبيبتي. دعي. تذكرت شغله، انا لازم روح كثير مضطره. ام حازم ام حازم لوين؟ ام حازم شو صار له؟ شبه ام حازم يا ام تيسير. شوفي يا ام حمدي، انا لازم احكي لانه انا من محبتي فيكي، ولو انه بدك تزعلي مني كثير، من محبتي فيكي وبنتك، ومشان هالخطابات اللي عم يهربوا ما يرجعوا لعندكم. احكي ام تيسير، ما راح ازعل. بنتك حلوه كثير، بس في لها ريحه جسم قويه كثير، بس والله خليتها تتحمم قبل ما تجوا. ما بكفي تقبريني، ما بكفي، عم تضل طالع ريحتها. والله جبت لها احسن الصابون واغلى العطور. شوفي يا ام حمدي، انا بعرف واحد بركب خلطات وعطور بتروح ريحه الجسم كله. طيب قولي لي وين، انا بروح لعنده. انا بعرف حرمته منيح كثير، رح اروح لعنده واقول له تقول لجوزها يركب لنا خلطه ما في مثلها بالعالم وتروح ريحه الجسم. وانا قد ما بده بدفع له، وتعبتك محفوظه. كتر خيرك، والله انا ما بدي غير زهريه يا علي تستفيد. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يلا يلا بخاطرك، انا رايحه لعندها. ان شاء الله. يلا الله معك. وهي هي كل المشكلة يا أختي أم جلال، قلت لحالي مالي غير الله وأنتو. يا لطيف شو صايرة عينك وقحة يا أم تيسير؟ يا ليش هيك عم تحاكيني؟ لك جاية توصيني على عطر وخلطة لبنت أم حمدي مشان جوزيها، وأنا إلي شهرين عم قلك دبريلي عريس لبنتي وما عم تتحركي؟ صدقيني أنا حاولت، بس إذا وعدتك تعطيكي أكثر. لا أعوذ بالله، مو هيك القصة. لكن شو القصة قلي لي؟ يا ستي القصة إنه هدول النسوان اللي بدهم بنات للخطبة عم يدوروا على مواصفات، وهن طالبينها مني، ما بتطبق على بنتك، بتطبق على زهرية. بالله، وزهرية بشو أحسن من بنتي؟ يعني في ناس بشوفوها أحسن من بنتك. هدول النسوان ما بتصوا بنوب، بنتي أحلى من زهرية بمئة مرة. مزبوط مزبوط، وأنا بشوفها هيك. يلا لكان استعجلي ودبري لعريس. أبو تكرم عيني، أحلى عريس أدبر له. أي ما رح استناكي لحتى تدبري لعريس. نفسها هي ام حازم يلي رايحة تشوف زهرية، بتجيبيها لعند بنتي خليها تشوفها. ايه تكرمي لك كان معلوم. ايه بس مو بكرة، بعد بكرة يمكن، الله أعلم. لا أدبر لك إلها ام حازم وتجي لعندك لهون. إيه بس الله يخليك، قولي لأبو جلال يدبر لها العطر يساوي لنا يا مزبوط، بركي بتروح ريحة جسمك طيب، وبركي الله بيطلق نصيبها هي وبنتك سوا. أي ولا يهمك إن شاء الله. الله يجبر بخاطرك يا رب. الأول بدي أعرف هي البنت اللي عم تقولي لي عليها راحت لعند حكيم وفحصها؟ ايه، على حد علمي إنه راحت لعند الحكيم وطلعت مريضة ووصف لها تاكل حلبة. ها هي هي الحلبة بتعمل ريحة جسم. ايوه. ولا يهمك، أنا عندي خلطة كتير قوية، بس حطيتي لياها بتروح ريحتها. إيه بس أنا ما بدي ريحتها لما أنت تروح منها هلأ. يا الله حيرتيني يا أم جلال،
بدك يانا نساعد البنت ونخلصها من ريحة جسمها ولا لا؟ بدي نساعدها بس مو هلا. لكان ايمتى؟ بس لنخطب بنتنا. وشو خص هي بهي؟ لك زهرية حلوة كتير ومين ما شاف عم تصير أعلو فيها، والعرسان كلياتهم عم يروحوا لعندها، إيه من وراها بنتنا ما حدا عم يدق بابا. ايوه. فبدي منك تعمل لي خلطة مرتبة تزيد ريحة جسمها وتأنتن أكتر وأكتر مشان كل العرسان يهربوا ويجوا لعند بنتنا. تكرم عيونك، بكرة بيكون عندك خلطة قوية. بس وينك؟ بدك تقولي لهم بالحرف الواحد شو راح اقول لك مشان ما يشكوا بشي. ما كان في لزوم تعذب حالها وتجيبها يا مو، شنو ما راح استفاد عليها؟ لا تحكي هالحكي، لوم الزلمه متاكد انه راح تستفادي منه ما عمل لك يا خص نص لك. شوفي هلا هاد بتحطيه بالمي وبتتحممي فيه، وهاد بعد الحمام تدهني جسمك، ووصاكي وقال انه ما بيصير تاكلي لا بصل ولا توم. الهي ربي يشفيكي ويعافيكي يا بنتي. يا ميت اهلين وسهلين. من هاللي تقبريني ما شاء الله، وكان اي ريحة بيتك بتاخذ العقل. تسلميلي كلك ذوق. اللهم صلي على سيدنا محمد. يا ميت اهلا وسهلا. بالمهلي تقبريني. ان شاء الله بتقبري قلبي على هالريحه. ايه هيك ها، مو مثل بعض جماعه. ام حازم ايوه، شو حكينا شو حكينا ام تيسي؟ سلم هالايدين ياما. تعي تقبريني، تعي تعي عادي جنبي، تعي 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 قربي قربي لاشوف، قربي قربي تعي قربي ياما قربي. خلونا نفوت بالسيره دغري، شو رايكم؟ شوفي يا ام جلال، هلا انا ما في داعي اعرفكم عني وعن حالي وعن جوزي واولادي. يي والنعم منكم والله. بقى انا حابه اطلب ايد المستوره بنتك لابني وافرح فيه، وبكون كثير 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 مبسوطه اذا وافقتوا على طلبي. شو زلغيت؟ لا يو طولي بالك، والله نحن بنتشرف فيكم، بس بتعرفي يعني الشور الاول والاخير للرجال. ايه شو عليه؟ شاوري ابو جلال وردي لنا خبر وان شاء الله بيصير خير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله بتقبري قلبي على هالريحه. هيك ها، اشربوا اشربوا القهوه على نيه التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا ميت اهلا وسهلا. ان شاء الله ما تبلي. يا مو شو هاي الريحه؟ والله ما بعرف يا مو، يمكن المجاري عند الجيران طايفه. ولك هاي الريحه منك؟ قومي قومي روحي تغسلي قومي. لك يا مو هلا تحممت من الخلطه يلي انت جبتي لي اياها وعملت مثل ما قلتي. قومي قومي يلا بسرعه قومي، يخرب بيتك قومي. نعمه والله وجعني راسي. اتفو وليه وجعني راسي؟ قال عم نشرب القهوه. قال يو والله جوزي ما رضي الا يعطيها خلطه متقنه ومجربها على غيرها كمان. وراحت ريحة جسمها؟ ايه معلوم راحت، بس هي زهرية فيها شيء مو تمام. يا اما حدا عامل لها شيء عمل. يعني ان شاء الله. والله انا زعلانة عليها كثير. الله يعافيها ويعافي كل مريض. امين يا رب العالمين. طمنيني، شو صار معكم انتوا بيت ام حازم؟ هي الحمد لله حددنا العرس الخميس الجاي ان الله راد. ايه بس ما بتلحقوا تجهزوا؟ يلا هلا بتشتري اللي فيه النصيب وهي عنده بتفصل اللي بدها اياه دخيلك. ايه الله يتمم بخير يا رب. آمين يا رب العالمين يا رب. وأبو جلال طلب مني إني أجي معه مشان بدي أحاكيكي بموضوعي يا أم حمدي. خير يا أخي تفضل. أنا بدي أعترف لكم إني أنا بعثت لكم خلطة بتعمل ريحة الجسم بشعة ومعنية. ليش هيك عملت؟ بصراحة بدي طفش كل العرسان يلي عم يتقدموا لبنتك الحلوة زهرية. يخرب بيتك من حالك إن شاء الله. إيه لا تاكلي هم أم حمدي، أنا ساويت لها خلطة بتعمل ريحة جسمها مثل المسك، بس بشرط
شو؟ أنا بطلب إيد زهرية على سنة الله ورسوله. ومرتك؟ مرتي لحال وزهرية الأمر لحال. ولا تستني يا أم حمدي يجيها عريس لبنتك، لأنه الحارة كلها مطبولة مزمورة فيها وبريحتها لمعندنا. شو قلتي زهرية؟ موافقة. إن شاء الله ألف مبروك. وهي زلغوطة. لك أنا بنت الحزب والنسب بتبدلني بوحدة ريحتها طالعة وسيطة على كل لسها؟ لك ما بدلتي، لساتك على زمتي. ما بقبل طلع على زمة وحدة مع وحدة ريحتها طالعة. يعني بدك يعني طلعي؟ والله وزيادة على راسك مريحة. مش هلال، انت وانا بنعرف انه كان فينا نخلصها من ريحتها البشعة. ايه؟ مشان هيك اذا بتحكي عليها مرة تانية لا تلومي الا حالك. ها؟ لك ريحتها طالعة ومعندنا كمان. انت طالق طالق طالق. الله لا يوفقك.